بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة كلمتي مش هتكون قصيرة بحيث للدرجة انه متوسطة الطول يعني. لا اصل هي مخصصة في شيء داخلي. انا مشاعر من البعض على الاقل قد يسألون وعايز اكون صريح فيها واضح. ايه اللي جاب محمد النشائي مع ايمن نور؟ ايه اللي لم انا هعترف وارجو ان يكون مثال للاعتراف بالخطا وسوء التقدير وان التاريخ يكذب الغطاس مش بس الميه. انا الحقيقه كنتش بحب ايمن نور خالص ولا بحب حزب التغذب نهائي. والحاجتين اللي ظهروا في البدايه بمنتهى الصراحه ان انا الراجل ده قلت حاجه من الاثنين، هو فعلا مجنون وحجر اولاده واللي صعبان عليها مراته بس مش هو يعني. او ان هو فعلا ديكوريشن جايبين يمثل تمثيليه هزيله انا متعود عليها بعرف اخرجها واقدر اقولها. الحقيقه اعترف ان حكمي ده خطا 100%. انا ما درستش الفنان، ما درستش برنامجه ولا اعرف بالظبط هم منين وجايين فين ورايحين فين وعايزين ايه. بس انا بقول الحقيقه انا كعالم، بس العالم اللي بيفهم بقلبه الاول قبل ما يفهم ببقه. الحقيقه كانت نقطه تحول ان انا بدل ما اقرا عن ايمن نور وبدل ما اسمع هم بيقولوا ايه، وخصوصا متاسف يعني الاعلام بيقول ايه الاعلام، لا انا عرفته الحقيقه كان مجهوده هو والصدفه ان انا تعبت براحه كبيره لهذا الرجل. واول حاجه خطرت في بالي انا عايز يكون صديقي. اهم حاجه انا هنا بمنتهى الصراحه لان ايمن نور شخصيه لطيفه لدرجه تصعب الواحد يتخيل انه سياسي وسياسي بارع. لان انا الحقيقه ما بحبش السياسيين خالص، ما تقهمش الحقيقه. لكن هو قدره ايده يقدر يتعامل مع كل الناس، مع العالم، مع الضابط، مع المجلس العسكري، مع السيد الرئيس السابق. انا بقول السيد الرئيس قال دي تربيه ما اعتقدش ليك. انا اولا ما بجيتش في الثوره ابدا غايه، بالعكس انا الثوره دي حاجه مش عايز اشوفها خالص. لكن لما ما يكونش في فايده عشان الحياه تتحول من حياه ما تستحقش الحياه الى حياه تستحق الحياه بدون شك، اي واحد عاقل يقول هعمل اي شيء بما فيه ان انا عصور على الاوضاع. ايمن نور الحقيقه كمان ثوري بقلب وطيبه وحب الى العدل وكمان الرحمه. شفت فيه انسان عن حق في تعاملاته مع كل الناس وكرم غير معقول. كرم واحد كان بيهاجمه، انا كنت طول عمري بهاجمه من غير ما اعرفه، كل ان هو يسامحني كده ويبقى هو صاحبه ده بيدلني على انه شخصيه اكبر مني بزمان، اكبر مني بزمان، وان العلم فعلا لم نؤت منه الا قليل يعني، يمكن الذكاء كمان. فانا شاكر لك يا ايمن انك سامحتني على طول لساني من غير ما اعرفه. بس انت كنت عمال تهز المركب وانا عايز المركب تمشي لان خايف انها مليانه سموم. وكل الاشكال ان هم كل واحد يطلع فوق التاني وانا خايف ان انت واحد يطلع فوق التاني وانا شايف الخروم. انا مهندس، انا مهندس، بقول لكم في النهايه بصرف النظر عن اي حاجه انا عشان اشتغل كمهندس وكعالم محتاج ان انا اعمل كانسان. انا باكل واشرب وانام وبحب وعايز الحياه تبقى جميله عشان اعرف اشتغل. لكن في النهايه الحياه مش هتتغير الا عن طريق الهندسه وعن طريق المشاريع الحقيقيه، مش المشاريع الاعلاميه والجوائز الخياليه والعظمه الاعلاميه في الاعلام. لا، مشاريع في حقه حقيقي، مشاريع صغيره نعملها. واعتقد ان من الحاجات اللي انا اكتشفتها دلوقتي فعلا ايمن نور لانه مختلف عني خالص، ومع ذلك انا بحبه من قلبي واتمنى له كل التوفيق وهكون جنبك دايما يا انا. ما بقولش كمان الدكتور ايمن نور عمدا لان كلمه دكتور صغيره عليه جدا، هو حاجه اكبر من مجرد دكتور ايمن نور. هو ايمن نور.